بصي هقول لك حاجه، انا اولا ما تابعتش الاعلام النهارده علشان اشوف هم جايبين ايه بالظبط، بس احنا مهما نعمل مش هنقدر نلغي الناس عامه اللي حاربوا في اكتوبر كلهم حقهم، مش الرئيس مبارك بس. في بعض الجرايد بتنكر دور الرئيس في حرب اكتوبر، ترد عليهم تقولي لهم ايه؟ والله هرد عليهم واقول لهم ده اكيد ناقصه عندكم، يعني لو انتوا مش شايفين، والكلام ده كلام الرئيس السادات الله يرحمه بنفسه، اللي كان الرئيس مبارك له دور عظيم في حرب اكتوبر، الا اذا كانوا بيكذبوا الرئيس السادات رخم، يعني اكيد عندهم نقص. يعني شكرا. كنت جاي النهارده تقدمي باقه الورد دي للرئيس؟ ايه باقه الورد دي جنة؟ بقدمها للرئيس محمد حسني مبارك، بقول له كل سنه وهو طيب ويا رب يفضل معانا وفلسطين على طول.